هاتفيا ينضم إلينا دكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور. بعد التحية لك دكتور محمد، إذن يعني الرئيس السيسي شاهد اليوم افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، هي المحطة الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة 20 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب. وهذا يؤكد أيضا ما شدد عليه الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم من أن الدولة تسابق الزمن لتطوير وتحديث منشآتها المائية. كيف رأيت الافتتاحات اليوم أولا؟ أهلا بيك وأهلا بكل مشاهديك. في البداية الحقيقة أنه افتتاحات اليوم بتترجم بشكل دقيق جدا فلسفة العمل في مصر الآن. يعني الإدارة المصرية الآن على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها فلسفة واضحة ومحددة في الإنجاز، بمعنى أنه الإنجاز الشامل، يعني إحنا لا نعمل بشكل جزئي، لا ننجز مشروعات جزئية، ولكن بنشتغل بشكل شامل. ولو الناس تتأمل النهاردة هذا المشروع، يعني محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر، هتلاقي انه هو في الاول انه بتعمل تحلية ثلاثية لمياه المصرف اللي كانت هتروح لبحيرة المنزلة، فكانت تبوظ بحيرة المنزلة، فانت هنا انقصت بحيرة المنزلة، وبعدين الناتج من تحلية هذه المياه التحلية الثلاثية هتروح في تستصلح في اراضي في سيناء تصل الى 500,000 فدان. فاذا انت هنا مش بتشتغل في اتجاه واحد، لا، انت بتشتغل في اكتر من اتجاه، في اتجاه تكاملي بالظبط. بالاضافه بقى الى انه يعني هذه المحطه بتوفر لك كم فرصه عمل، الناس بتشتغل فبتحل مشكله في اتجاه تاني. فدي فلسفه واللي هي بتترجم انه انت لما بتيجي تبني بلد النهارده، الرئيس قال ثلاث كلمات هم يعني مش عايز اقول ان يصلحوا ان يكونوا شعار، هم لان هم بيتم تنفيذهم بالضبط. احنا انت عارف انه مصر الان يعني عبرت عصر الشعارات الفارغه او عبرت عصر السوء الاعلامي بما تفعله، لا، انت قدام مشروعات حقيقيه على الارض بتترجم الثلاث كلمات اللي قالهم، ان هو عنده جديه وعنده التزام وعنده انضباط. ايوه، واعتقد انه الثلاث كلمات دول هم مفتاح سر ما يحدث على الأرض. أنت أحيانا وإحنا قريبين من الأحداث والإعلاميين متابعين، عايز أقول لك وإنه هذا اعتراف، يعني أحيان كثيرة جدا إحنا بنفاجأ إنه المشروع على الأرض مكتمل وبيتم افتتاحه. صحيح. رغم إنه إحنا شغلانتنا إن إحنا نبقى متابعين وشايفين وعارفين وإيه اللي بيتبني هنا وإيه اللي بيتم إنجازه هنا، لكن في مشروعات كثيرة جدا بتفاجأ بحجم الإنجاز، خاصة إن أنت نهيت برضو، لأنه أنا بكلمك في فلسفة العمل في مصر الآن. أي. نهيت برضو عصر اللي هو يعني اللي وقد أزاح سيادته مش عارف إيه عن حجر الأساس. لا، أنت مفيش مرحلة حجر أساس خالص، إن أنت تحط حجر أساس وبعدين تيجي بعد شهور تشوف المسألة حصلة إزاي. لا، ده أنت بتروح أحيانا يعني تفتتح المشروع وهو بيشتغل وبينتج. إحنا رحنا مثلا في الدلتا الجديدة، جالنا رايحين، قال لك رايحين تشوفوا المشروع يا جماعه اللي اتعمل، فلاقينا رايحين في موسم الحصاد بالفعل. ايوه، وكان اول مره نشوف ده. عايز اقول لك انه هذه الفلسفه بقى نجحت ليه؟ لانه الاداره المصريه الان عندها برضو تقليد جديد، وهو المتابعه الدوريه الدائمه والدؤوبه، بمعنى انه لو الناس جت تحلل اجتماعات الرئيس طول الوقت مع كل يوم، يعني كل يوم هتلاقي عنده مسؤولين ووزراء بيتابع معاهم مشروعات معينه. زمان كنت تتابع ايه المشروع يتم افتتاحه، وبعدين كده بعد سنين ولا حاجه الناس تنتبه يقول لك هو ايه اللي حصل في المشروع الفلاني اللي كانوا اتكلموا فيه. فانت عندك هذه الاجتماعات ليست اجتماعات بروتوكوليه، يعني احنا كنا زمان كنت فين وفين لما تلاقي الرئيس مثلا بيلتقي مع وزراء او بيلتقي مع مسؤولين، انت اسبوعيا بتلاقي في اجتماعات مع عدد من الوزراء، لدرجه انه انا ما اعرفه ان الوزراء عندنا عايشين في حاله طوارئ طول الوقت، لانه ممكن تقول عليه كده انه وزير مستدعى، يعني في اي وقت يمكن يتم استدعائه وسؤاله عن المشروع الفلاني او عن الموضوع الفلاني. فاللي حاصل النهارده ده
مش بيعبر عن ان احنا انجزنا مشروع او ان احنا بقى عندنا يعني محطه معالجه هي الاكبر في العالم حجم الاستثمار اللي فيها. انت بتتكلم على 20 مليار جنيه على حجم اللي هي هتنتجه اصلا او اللي هتقوم بمعالجته في اليوم، حجم ضخم جدا. مش مشروع فردي، انت بتتكلم عن منظومه كامله بنجد فيها ترجمه دقيقه جدا لانه لما اتقال في الاول احنا عندنا معركه بناء، هي معركه بناء كامله بتوصل في النهايه لهدف واضح جدا انك بتغير شكل الحياه في مصر. صحيح. لانه عايز اقول لك على حاجه، احيانا وانا بتابع لما الرئيس بيتكلم وبيعمل هذه المشروعات، انه الرساله الوحيده اللي هو عايز يوصلها للناس انه يا جماعه انا محتاج انه هذا الشعب يقوم الصبح بس يشتغل. ايوه. يعني الناس في مصر تبقى قايمه الصبح تشتغل، لانه حجم المشروعات دي اللي موجوده في كل المجالات الحقيقه، لانك لما تيجي تستعرض كمان كل المجالات في كل الوزارات هتلاقي في مشروعات كتيره جدا. البنى ده اللي هي الرساله اللي رئيس الوزراء النهارده ألمح قال يا جماعه في ناس بيقولوا انه فين العائد واحنا عاوزين نحس بالمشروعات، انه انت بتشتغل على مدى مش هقول لك بعيد، لا على مدى قريب، بس كل بناء وكل تطوير هيكون ليه عائد في الوقت المناسب. وفي كلمه مهمه جدا يعرفوها خبراء الاداره وخبراء الاقتصاد، انه اكثر حاجه تشكل خطر على التطوير هي استعجال نتائجه. ايوه. واستعجال ثماره. وهنا شوف رغم انه احنا حاسين انه في ناس مستحمله كتير وانه ما يحدث على الارض محتاج ان الناس تبقى مشاركه فيه ومدركه اهميته، لكن انت بتبص ليه مستقبل بعد عقود من الاهمال اللي هو لا ينكره الا جاحد، يعني كان في اهمال شديد جدا في مختلف المجالات في مصر. انت النهارده بتبني فعليا يعني في حاجات كتير من اول وجديد، يعني بتنشئ انت هنا في دوله منشئه، مش انك جاي تكمل على ما فعله الاخرون او ما انتجه او انجزه الاخرون، لا انت جاي بتعمل انشاء. وهذا الكلام لو احنا ما قلناهوش يبقى احنا بنكتب الحق. يعني لو احنا ما قلناهوش النهارده وانت شايف حجم الانتاج، انت بتتكلم على رئيس كمان يعني نوع رجل التفاصيل الاول، ان هو مش مجرد رايح يتابع المشروع فالناس بتشرحه له فيقول لهم والله شكرا يا جماعه، لا ده بيسال في تفاصيل دقيقه جدا بما يعني انه هو درس هذه المشروعات دراسه دقيقه، ومش هقول لك درس ان هو متخصص في كل الموضوعات ولا، ولكن هو بيستعين بخبراء ومستشارين كتير جدا، وهذا ما لا يعرفه كثيرون، لانه انت احيانا في بعض الناس بتدخل كمطعم للدوله المصريه يقول لك لا اصل هو الرئيس شغال لوحده، او ان الرئيس هو اللي بيفكر لوحده، او الرئيس هو اللي بيقرر المشروعات لوحده، لا انت بتتكلم على دوله تعمل من خلال منظومه منضبطه جدا علميه جدا، وانت عارف ده الشعار اللي هو بتاع القوات المسلحه، انك انت تنجز ب يعني اكبر قدر من الانجاز باسرع وقت باقل تكلفه باعلى جوده. ايوه. وما احنا بنعمل جمهوريه جديده يا دكتور محمد. بالظبط. هو ده اللي انا عاوز اوصله للساده المشاهدين، انه في فلسفه جديده مختلفه لانك قررت ان تكون دوله، انت عارف التعبير اللي قاله الرئيس، قال لك انه دوله يستحقها هذا الشعب، انت قدام شعب عظيم بالفعل يعني، وهذا الشعب عندما يقرر بيحتاج احيانا هو بس يكتشف نفسه. فعندما يقرر بينجز. فهذا الشعب فعلا يستحق انه يبقى عنده دوله متقدمه جدا، عنده دوله يا اخي، انه ما هو انت لما هتزرع في كينا هتطلع اكلك، هتقلل استيرادك، اقتصادك هيتظبط، الحكايه كلها عامله زي الاواني المستطرقه. ايوه. يعني هي بتمشي. عشان كده المشروعات تكامليه، مفيش مشروعات بمعزل عن مشروعات اخرى. بالظبط بالظبط. طيب دكتور محمد، يعني أيضا نقطة هامة جدا، إذا كنا بنتحدث عن تعظيم يعني مواردنا المائية، ده بيوصلنا للتعديات اللي موجودة على هذه الموارد وعلى الأرض الزراعية، ولهذا ذكر الرئيس السيسي هذا الأمر وقال إنه أجهزة الدولة كلها هتكون مسخرة لإنهاء هذه التعديات على المنشآت والمجاري خلال 6 أشهر، وهيكون في مجموعة من الإجراءات الحاسمة جدا لوقف هذه التعديات.
الثدييات على الترع والجسور، ومنها هيكون على سبيل المثال وقف الدعم المقدم من الحكومة إلى المخالفين. إذا يعني عندما نفكر في تعظيم مواردنا المائية لازم أيضا ننظر إلى هذه التعديات. إذا كانت الدولة بتعمل كل هذه المشروعات لتعظيم الموارد المائية، يجب على المواطنين أيضا إن هم يساعدوا الدولة. هقول لك، هو المسألة دي تحديدا فيما يتعلق بالتعديات هي بتتجاوز عندي مسألة تعظيم الموارد المائية أو الحفاظ على الموارد المائية الحقيقة. أيوه. هو هنا أنت بتتكلم عن دولة منضبطة، مواطن فيها بيعرف حقوقه، بيعرف حقوقه وبيعرف واجباته. بمعنى ما تحدث فيه الرئيس النهاردة، وهو برضو التعبير اللي استخدمه لما قال إنه الدولة مش هتمشي بالطبطبة. أيوه. كويس؟ هنا إيه؟ ده المعادل ليه، الترجمة ليه إنه الدولة تسير بالقانون. إحنا عندنا مشكلة في ثقافتنا أو في تصوراتنا الذهنية عن علاقتنا بالدولة. إحنا في لفترة طويلة جدا المواطنين، إحنا كمواطنين، أنت عارف أنا ما بحبش زي ما نقول إيه أصل المواطنين بيعملوا أو المصريين بيعملوا، لا، إحنا تصوراتنا الذهنية في علاقتنا بالدولة إنه الدولة عندما تستباح فده عادي، يعني مفيش مشكلة. يعني إن أنا لما أروح أتعدي مثلا على أرض زراعية أو أتعدى على يعني على نهر النيل أو أتعدى على اي حاجه فتبقى الامور ايه، مفيش مشكله، لا خالص. وبعدين هنا حتى على مستوى الحلال والحرام لا، ضميره ما بيأنبوش لفتره طويله جدا. فانت محتاج هنا لاعاده التصورات الذهنيه عند المواطن في علاقته بالدوله، وانت ليك حق تاخده عليك واجب تاديه، لكن مش معنى انه في حته ارض بتاع الدوله فتروح تتعدى عليها وتبني عليها ومفيش حاجه ومفيش مشكله. يقول لك يعني ما هنا هو انا اغنى من الدوله، في تفاصيل كده لازم يعاد النظر فيها مره اخرى. ده يعاد فيه ازاي؟ بتطبيق القانون، وبتطبيق القانون بشكل واضح جدا، والمهم بقى كمان تطبيق القانون بشكل عادل، لانه خلي بالك انه في ناس كثيره جدا تقول لك يا جماعه ما هم لما بيجوا يديلوا التعديات بيشوفوا كده ليه الناس اللي هم الغلابه الفقراء اللي هم ما عندهمش يعني حد يسندهم ويزيلوا تعدياتهم، بس في ناس كبار. لا، البلد دلوقتي لا فيها كبير ولا فيها صغير. صحيح صحيح. دلوقتي في قانون يطبق على الجميع، ويجب ان تكون هذه الرساله واضحه. ليه؟ لانه العداله هي الضمانه الوحيده لانه كل الناس تبقى عايشه في نوع من السلام الاجتماعي. لان هو الراجل اللي هو مثلا ما عندوش ظهر زي ما بيقولوا، ودي ثقافتنا بقى، انا بكلمك عن ثقافتنا في الشارع مش كلام يعني ايه بنزين به الامور. عندما يتم ازاله هذه التعديات بعداله مطلقه وبشفافيه مطلقه، اعتقد المساله ممكن تنتهي في اقل من 6 شهور. وخصوصا يا دكتور محمد انه الرئيس السيسي شدد على عدم وجود خصومه بينه وبين اي شخص، يعني خصومه هم الباطل والشر والتعدي فقط. ما هو انا اقول لحضرتك انه او الذهنيه او الصوره الذهنيه الخاطئه في تعاملنا مع الدوله، انه بعض الناس بتتعامل مع الدوله ان الدوله ممكن تبقى خصم او تتغول عليه او تظلمه. هي الدوله مش ضد المواطن خالص، يعني الدوله ولا رئيس الدوله ضد المواطن. انه لما بيجي يقول قرار، هو بيقول قرار هنا ليه مرجعيه في القانون وفي الدستور وبيحقق مصلحه. لان هم لما نتكلم النهارده على ان دي قضيه امن قومي، ما فعلا قضيه امن قومي، مش بس فيما يتعلق بانه هي بتاثر على الانتاج وبتاثر على مواردنا المائيه، ولكن انت بتتكلم عن هيبه الدوله، وهيبه الدوله لابد ان تكون يعني مصونه، لانه هيبه الدوله قضيه امن قومي. طبعا الدولة هي تمنع الناس من انه تفكر في فوضى او تفكر في انه، لانه لو تحولنا الى الفوضى الحقيقه انت عارف الفوضى تاخدنا لايه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير جريده الدستور.